بس تقريبا هذه شي 10 ايام ياك باش خرج شي اليوم طلع 11 يوم اذا شي تولي لي الخير يا ربي يا ربي من حلال الدنيا شوف السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من برشيد من مآسي الحياة. يعني واحد الأخ اتهم الأخت ديالو بأنها حط عندها واحد المبلغ ديال 27 مليون. الغريب في هذا الأمر أن هذا المبلغ ديال 27 مليون ما حسبتوش السيدة ما شافتوش، تقدمات هي مشات لعند الضابطة القضائية قالت لي مدير واحد الأخ حط عندي وحط عندي. من بعد يعني دوزات واحد المده ديال 4 شهور تواصل معها الاخ ديالها في السجن ودار ليها يعني مقابل انه تنازل انها تسني واحد المبلغ اعتراف بدين اعتراف دين اللي كيتقدر ب 20 مليون في ظرف 6 شهور. يعني خصها تأدي هذا المبلغ ديال 20 مليون في ظرف 6 شهور وهي كتقول لك اودي بانني مظلومه. كتناشد المسؤولين الانصاف ديالها. غادي تحكي لنا شنو واقع. تفضلي اختي حليمه تفضلي عاودي لنا شنو واقع. السلام عليكم اسيدي. انا يا واحد السيده سميتي حليمه من مدينه برشيد. خلى عندي خويا قال لك خلى عندي فلوس 27 مليون. نعم. دريها في ميكا ولوي عليها السكوتش كحله. انت حاولتي حسبتي هذا المبلغ ديال 27 مليون؟ لا ما حاولتش ما حسبتهاش وما شتهاش. نعم. ما شتهاش. ما كنمشي للخدمه كنمشي من الصباح وكنجي حتى الليل. نعم. ملي كنجي حتى من الليل ملي كنجي من الليل قعدت واحد المده شحال قلبتها. جيت نقلب ليه ما صتهاش. عيط لي وعيط لخوتي كاملين قلت لي ما ودي فلوس. قلت لي فلوسك راني قلبت وما لقيتهاش. انا ما لقيتهاش وسنة مشات حتى من فلوسي انا كتشد واحد القرعه فيها 190 الف ريال تيجي مشات معاهم. حتى هي مشات معاهم. فلوس لا فلوس القرعه يعني. كلشي مشى كلشي مشى ما خلاوش ليا 4 دريال. وخويا اللي خدام على بنياتي عندي جوج بنات وعندي ام خدام ارماله 13 عام هادي واش خدامه 13 عام. باش يغير عليا الراجل خدام عليهم ما كانش لي دخل ليهم وحبسوا لي. مشيت درت شكايه من بقيت واحد 10 ايام درت واحد الشكايه. مشيت شكايه مشيت على مشيت للبوليس مشيت للبوليس ودرت شكايه. ملي درت شكايه قدمتها ملي مشيت مع التقديم صدقت انا معساقله 4 شهور و15 يوم. نعم. جو عندي عيط لي جو عندي للحبس قال لي شوفي الا بغيتي ندير لك التنازل تخرجي. عندك يعني مقابل انه ندير لك التنازل خصك ديري لي واحد الاعتراف فيه 20 مليون. قال لي غندير لك واحد الاعتراف مع اللي قال لي 27. نعم. بقاو عليه العائله بقاو لي بناتي والعائله وصحابه والجيران وكل شيء. تنقص لي ديك السبعه ودار لي ال 20. 20 مليون فاش غتاديها شحال المده؟ 8 شهور اسيدي. واش 8 شهور قادره انك تجمعي 20 ما عنديش من الخدمه حبسوني منها. حتى من لعب الخدمه حبسوني منها. ما عنديش حتى من نجيب من دابا حتى خبزه هي اللي اقرا. والله ما عندي حتى اللي جات تسير عليا. لا اله الا الله محمد رسول الله. كطلب من سيدنا ومن سيد العموجي يبين لي عاقي يبين لي عاقي عذبوني وعذبوني ولادي. كان شي حد يعني ولد الاخت اعترف بانه هو اللي قالوا ولد اختي من لعبته حبسوا لي خوتي بجوج حبس عليهم مول الفلوس وواحد اخر قال لي ما ودي فلوس راني خدتهم وانا درتهم في المخازن اللي خسرته خسرته واللي باقي انا في المخازن هرب. من مشاو تما كان ما حتى حاجه ما كاينه حتى حاجه ما بينيش لا اختي ولا خو ولد اختي. امام التقديم ديالك امام انظار السيد وكيل الملك تم الاعتقال ديالك مباشره. ملي مشات الاعتقال دات الاعتقال لوكيل الملك داروني شدوني. لا حول ولا قوه. 4 شهور و15 يوم وانا في الحبس وبناتي كيتشوهوا مساكن بوعدهم. لا من حنفيم ولا حنين ولا رحيم. كنطلب من سيد العموشي يا خذ لي بيقول لي عاقي الله يرحم لك الوالدين. سيد العموشي بيقول لي عاقي راني تعذبت هذا العموجي تبعت انت من الخدمه حبسوني منها انت من الخدمه حبسوني منها ودابا قال لي خاصني 20 مليون منين غنجيبها. كنطلب من المحسنين يعاونوني. دابا المشكل الا ما اديتيش هذا المبلغ ديال 20 مليون اعتراف بيدير بغي يحجز لك على حقك في الدار. بغى يحجز لي حقي في الدار ويخرجني الزرق انا وبناتي وما عندنا فين نمشيو. امي جمي مرا كبيره عندها 82 عام زيدها في 38 عام في 1830. امي حيدت الشد من راسها وطكت فاتها وهي قالت لها وليدها سخطها رضا سامحتك عاون اختك. قال لها انت باتي امي وانا مالا ولدك.
ودابا حاولتي انت تقدمتي في الشكايه حتى الاولى. قدمت الشكايه الاولى. انت اللي مشيتي خبرتي على انا اللي مشيت انا مشيت. قلتي لهم قلتي لهم اش واقع؟ اشنو واقع واشنو واقع؟ قلت لهم مشيت عندهم قلت لهم باش نقلب الفلوس نقلب ما لقيتهمش. وعارف مع دي لا ماريو ولا حتى حاجه عاد راه الثقه في كاملين. الثقه في عائلتي كامله حيت قلت هما اللي هازيني هما اللي هازين بيا كتافي هادو جوج دريات. خايف عليهم بالتليفون شتي مرض نشدني السكر. وكنقول زعما كلا تخطيت انا يبقاو هما شادين ليا بناتي. الساعه هما صيفطوني للحبس حفروا ليا. صح حويكا هذا خويا ودمي ودبويا الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه ما رحمنيش ما خلاش الرحمه تنزل عليا الله ياخذ الحياة يا ربي بلي حقي اسيد الحموشي بيا اللي حقي عاش الملك. دابا لالا باش كطالبي انت يعني كي كان الاحساس ديالك انت دوزتي هاد المده يعني ظلم 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 اسيدي. دابا وليتي مهدده ان الدار ديالك حقك في الدار يمشي لك. حقي في الدار حقي في ورتي غيمشي لي شاريها بورتو هو عارف هو عارف باش شاريها خويا عارف واقف عليها هو اللي وقف عليها هو اللي كان معايا الشادو في هذا. دولات السجن وسينيتي هذا التنازل يعني مقابل اعتراف بدين مقابل التنازل ديالك الخروج باش لا ولا قوة الا بالله. الله ياخذ الحق اسيدي الله ياخذ فيهم الحق عذبوني. لا ياخذ فيهم الحق عذبوني هذا اللي بغيت تقوليها لهذا الاخ ديالك اللي داير لك هذه الامور. لا ياخذ فيه الحق لا ياخذ فيه الحق وعارف اني ما خدتهمش وعذبني وكرفصني لا ياخذ الحق. دابا حتى الفلوس ما عرفتيهمش فلوس ما عرفتيهمش ما عرفتهمش فلوس واش كواعط واش شنو هما ما عرفتهمش حد الان ما عرفتهمش شنو هما. الميكالا وعليها سكوتش كحله وحطها ليا. لا حول ولا قوه. وانا كون كنت عايز واخدم غنمشي لراسي نديك لاي براسي. هيا خذ حسبي الله ونعم الوكيل. الرساله ديالك اللي ممكن انك توجهيها للمغاربه داخل المغرب وخارج ارض المغرب. نطلب من المحسنين يعاونوني يعاونوني الله يرحمني من الوالدين يعاونوني كل واحد بالسخاء الله يعاونوني على حساب بناتي. راه عندي واحد الدريات راه باقيين دريات وباقيين صغارات ما خدامين باقيين يقراو والمراه كبيره. دابا حتى البنيات مهددين بالدراسه. حتى البنات مهددين بالمدرسه وحده قالت لي غنبرك من المدرسه. قالت لي ماما بسبب السبب قالت لي غنبرك من المدرسه ونخرج. كنشوفوك في هذه الحاله ماما. كيشوفوني في هذه الحاله الله يرحم الوالدين من المحسنين عاونوني الله يرحم لكم الوالدين عاونوني عاونوني تهدد في حياتي تعاونوني الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم الوالدين الله يجازيك بالخير الله يرحم لكم الوالدين عاونوني يا ربي امين عاش الملك. ولدي الخير كيف كتشوفوا مجددا متابعي قناه شوف تي في مباشره من برشيد يا ربي امين. معنا الدموع ديال هاد الام اللي هي ارمله عندها جوج بنيات اتهم الاخ ديالها بانها دات 27 مليون دوزات واحد المده ديال السجن. قال لها الا بغيتي تخرجي انه خصك تسيني ليا على اعتراف بدين مقابل وهي دابا مهدده الحق ديالها في الدار يمشي. كطالب من خلال هذا المنبر ديال قناه شوف تي في المسؤولين والقضاء انصافها والمساعده والله سبحانه وتعالى يعني ما كيضيعش اجر شي انسان دار شي عمل ديال الخير. كنشكركم مجددا متابعي قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر والى اللقاء في بث مباشر اخر. الله يدير شي تاويل ديال الخير. يا ربي امين اخويا. الله يدير شي تاويل ديال الخير. الله ييسر لك الامور. يا ربي امين.